متظاهرو نجف والمثنى استنكروا أيضا استمرار العنف الناصرية، فيما حذروا من عودة الاحتجاجات بحجم أوسع إذا لم تتحقق مطالبهم. القتل والترهيب مو غريب على الحساب لحكمة العراق من 2003 ولحد هاي اللحظة. شباب داعوا بأبسط حقوقهم حياة كريمة، بس لقتهم قوات الأحزاب اللا شرعية بالقتل والترهيب والتنكيل كثوار محافظة المثنى. نرفض هذا الشيء ونستنكره. يوم الاثنين سيكون لنا تصعيد قوي، وإذا استمرت الحالة بقتل الشباب بالناصرية إن شاء الله المحافظات كلها راح تخرج بعد. ثوار الناصرية ما طلعوا اعتباطا، طلعوا يردون حقوق. أشرف واحد بيهم يدفع عربانة، الخير مالتهم يشتغل بنا، يعني على مود ورقة استقالة دع الشهيد.